سيد رئيس أركان الجيش والسيد نائب قائد العمليات المشتركة وكبار القادة ومدراء الصنوف، اليوم أتممنا المتطلبات النهائية. قواتنا جاهزة وحاضرة وعلى أهبة الاستعداد بانتظار قرار السيد القائد العام للقوات المسلحة حتى نبدأ الصفحة البرية ونطهر كل شبر بإذن الله من محافظة نينوى ونخلص أهلنا من الأسر. رسالتكم إلى أهل نينوى في مناطق اللي استشهد عمليات عسكرية؟ أريد من عندهم مثل ما كانوا أهل القيارة أوفياء، وهذا ظن بيهم إن شاء الله أنهم يتعاونون مع القوات الأمنية، يحفظون أنفسهم قدر الإمكان. قواتهم جاية وإن شاء الله اليوم الموعود اقترب بإذن الله.